بلشت تشتغل. شو صار بالشاي يا فوزيه؟ يبعت لي حمى يا ابن عمي، تاخرت عليك، لا تواخذني، طمني شلون الارجيله. دقيقه لبحك. ماشي حالها ماشي حالها، العبها قلت رح اختنق. اتفضل ابن عمي، حط الشاي هون. هي حطينا الشاي هون. ابو بدر شو ايه؟ هات البشاره. البشاره على شو؟ احذر. شو بدي احذر؟ شو بدي احذر؟ ايه القطه تبعنا جابت سبع قطات. لا بس قربت قربت قربت. ايه شو؟ شو؟ الحسود تبعنا هرب من القفص تبعه. لا بعدت. بدر تلعص نانو. يا اسمعوا على هالسبعة، بدر تلعص نانو من سبع سنين. شو بنا ابو بدر؟ فتح مخك. شو هالحكي؟ ما حدا قال لي. ليش ما طعمتوني سليقة؟ هلا وقتها، خلينا بالقصة تبعنا. لك شو هالحزيرة؟ شو هالحزيرة؟ والله عجزت فوزية، والله عجزت. ابو بدر انا حبلي. شو انت فوزية؟ مثل ما عم قلك ابن عمي، انا حبلي. شو عم تقولي ولا فوزية؟ يا شب انا ما عم تسمع، عم قلك انا حبلي. اتضربي انت وعد خبرية. شو هالحكيات؟ هاي حزيرة هاي فوزية؟ لك ها شو ابن عمي؟ لك انا مالي عامل حسابي فوزية، مالي عامل حسابي. الله يصلحك على هالعملة، كنتي تعجلية شوي. يو شو بدي اجلها ابن عمي؟ يوا ماشي الحال، نزعتي علينا شرب الارجيلة بالخبرية تبعك، رح امرق لك اياها هالمرة. لا او شو؟ هات البشارة يا اب بدر. ولك انا الحق عليني، قلت لك مفكرة حالي قاضية جرار. لك يا فوزية لا تعملي فيني مثل هذيك الخطرة لما فيعتيني من نومي بنصاص الليالي وبعتيني جيب لك الداية امزكي، واخر شيء قال شو؟ مبروك اجاك ولد، وانا مالي خبر انه انت حبلة، كل فكري عم تسممي. شو هالحكيات؟ شو هالحكيات؟ مو حلو هالحكي، ما كان العشم يا فوزية، ما كان العشم. اسمعوا علي اسمعوا اسمعوا، ابو بدر تعال هون. مرحبا بدر، الله يسلمك. مرحبا سيد ريان. اهلين وسهلين يا بدر، شو ها؟ هذا ملبس. ما اختلفنا ملبس، بس لشو هالملبسة؟ والله والله خجلها منها، مستحي الله. لك ليش عم تخجل وتستحي لك أب بدر؟ فوزية حبلة. مين هاي؟ مرتي مرتي، ما بتعرفها؟ ايه سيدي، ها ان شاء الله بيربى بعزك ودلالك. لسه ما ولدت امك سيد رياض، لسه ما ولدت امك. سيدي معناتها الله يقيمها بالسلامه. لسه بكير عليها كثير سيد رياض، كثير بكير. لا والله حيرني لك يا اب بدر، شو بدنا نحكي لك؟ اخي مبروك على حبل مرتك فوزيه. يخرب بيتك من حالك، ولا رياض شلون بتجي سيره حمتي فوزيه على لسانك؟ اه لك شو بدي لك يا اب بدر؟ صحيح انك ما بتستحي يا قليل التربايه، يا عمي شو عليك؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولك أنت زعت نفسك، بتريد حدا يجيب سيرة حرمتك بالحارة؟ احكي ولا؟ لا. لك ليش عم تجيب سيرة حرمتي فوزية على لسانك؟ أولعك، ما عندك حريم، ما عندك عرض، يخرب بيتك من حالك. لك شوفي شوفي يا بدر، شوفي رياض، هذا رياض عم يجيب سيرة حرمتي فوزية. رياض؟ صحيح الحكي؟ أعوذ بالله عمي أب بشير، كل اللي صار ضيفني ملبسة، وقلت له ألف مبروك على حمل مرتك. كمل كمل كمل، قول اسم مرتي فوزية. لك قول أولا يا كذاب يا عم، شو عليك؟ الله وكيلك عمي أب بشير، ما صار إلا اللي حكيت لك يا. هلا بدر أنت ليش عم توزع الملبس؟ بمناسبة شو؟ مرتي فوزية حبلي أب بشير. إيه إن شاء الله ألف مبروك يا بدر، وتقوم مرتك بالسلامة. شايف الناس المرباية واللي بتفهم ما جاب سيرة مرتي فوزية على لسانه منهم يا قليل الترباية. خلاص أب بدر، روح ضيف الناس بقى، وإن شاء الله ألف مبروك. الله وكيلك يا أب بشير، ما حكيت معه كلمة برات الطريق. بعرف بعرف، هذا أبو بدر على نياته وعلاته بياخدوا بيعطوا، لكن حدا بوزع ملبس لأنه حبلة مرته ولساته بالشهر الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام عمي أب بشير. هون بسعود كل هالملبسة يا أخي، ما بدي. ليه؟ أخي لو بيفهم كان ضيفني. ولك يقبرني اللي خلقك شو معدال. مرحبا أبو العز. يا ميت أهلين وسهلين بخاطر. أهلين أبو العز. أهلين فيك، تفضل. أخي أنا جايك بطلب، ما بدي إياك تردني خايب. قبل ما تقول طلبات، أنا إلي عندك طلب. تأمر أبو العز. والله ما بعرف شو بدي أقول لك لخاطر. الأخير أبو العز احكي. بدي إياك تتواصلي عند معلمي، بركضاً بيرجع بيشغلني عندكم بالدكانة. لك شو؟ شو عم تحكي؟ قلتك بيرضى يشغلني ولا ما بيرضى؟ ما بيرضى ما هيك؟ ما أنا جاي لعندك مشان هيك.
قسما بالله انا جاي اقول لك مشان ترجع تشتغل معنا بالدكانه. معناتها هي صار بدك كاسه شاي يا سيدي. واحلى كاسه شاي لاحلى رفيق بس عندي بالدكانه شغل. لا ما بقدر اروح معك اليوم خاطر، خليها لاول جمعه الجاي. لك ليش يا ابو الحز؟ لانه في هيك في عندي كم شغله بدي اخلصها انا وعصام. طيب بس الله يوفقكم، بكره الصبح عندي طلبيه كبيره بدي لحقها. لك يا خاطر هلا شو فرقت؟ كلياتها ثلاث اربع ايام للجمعه الجاي، بعدين متى ما قمت لعندك على الشغل ما بتلاقي غير الشغل كرج مثل المي، قول الله. مثل ما بدك ابو العز. سلام. الله معه خاطر، الله معك. مرحبا ابو العز. اهلين. اتفضل خذ لك حبة ملبس. مشان شو؟ مرتي فوزية حبلة. هلا جارتنا مرتك فوزية حبلة؟ ايه. وعم توزع ملبس لانه مرتك جارتنا فوزية حبلة ولا؟ ايه. ايه ما توزع كراوية بفرد مرة؟ لا سيد معتز، الكراوية بتبقى بتوزعها مرتي وقت اللي بتفطم الولد، ببقى بجيب لك زبدية. لك حتى حبة خلصنا. هات ان شاء الله تقوم بالسلامة. مين هاي؟ مرتك جارتنا فوزية. اقسم بالله العظيم مصيف. تعي فوتي لهون احسن. فوتي. ليش في حدا بالبيت؟ صار يمسنا ظهري قاعد عند فوزية بأوضة هلا اجا من عند امه. الظاهر امبارح كان دور الضرة. ايه يا بعدي. لك ها يو شبكي مالك على بعضك؟ متنكرزة من صغري. شو ساوت قبريني؟ ما بعرف يا فوزية ما بعرف، امكني ما عاد حبيته، حسسته تقيل على قلبي، يعني مثل كأنه شوال برغله على صدري. عدم المؤاخذة في ريال خانم، أنا ما بحب أتدخل بشي ما بيعنيني، بس أنت الحق عليكي ليش تجيبيه لعندك؟ كان قاعد ببيت أهله مرتاح ومريح. لك أنا مو مشانه، مشان بنتي. وهلأ ما صار شي، لا تهزي بدني، قولي له خذ لطفية والحال من عنا. هو من أصله ما بده يسكن عنا، قال ملاقيه كتير تقيلة إنه يسكن ببيت حما مثل صهر بيت يعني. إيه معه حق، معه مصاري، بيقدر يشتري بيتين وثلاثة وأربعة، لإيش السكن ببيت الأحمى يا بعدي؟ لك يساوي اللي بده إياه ولشوف شو آخرته معه. يا أضامي مغبارة، يا أضامي ناعمة، وزوزي لما لغبرها كنت بجنبه نايمة. وشوف عيني شوف، شوف رح يشوف، شوف عيني شوف، شوف رح يشوف، شوف حركاتي الناعمة. الله يرحمك يا أمي، شو حفظتيني يا غاني وقت كنت روح أحضر معك استقبالات النسوان. أصلاً من يوم اللي متي ما عدت حضرت لا استقبال. أبو بدر. شو يا عيوني أنتي؟ يا شو لسه ما خلصت شطف أرض ديار؟ تكة واحدة وبخلص. أنا جوعانة يا ابن عمي. ما عاش الجوع، إن شاء الله بتقبري عظامي. هلأ بخلص شطف أرض ديار وبروح بعشر لك بطاطا وبخرط لك بلدورة مشان أطبخ لك سلطة يا عيوني أنتي. إيه بسرعة ابن عمي بسرعة، حاكم الولد عم ينفس لما ما عم يتنقرش كل ساعة والتانية. إيه على راسي وعيني يا عيوني. بدك تسلم عيونك يا عيوني عيوني. آخ دخلكم. ساعات ما بتطلع من عندي إلا على جثتي. طيب ليش يا حماتي ليش؟ هيك يا صهري، لأني بخاف عليها. لك يا حماتي انا رح احملها شوي شوي كاني حامل روحي بين ايدي. بخاف لا تقوم تحصرها بين ايديك عصر. سبع امك. انا بحملها يا مو، انا بحملها. خلصي وليه انت مالك فوتة لبيت حماكي؟ شو الشغلة على كيفي؟ على كيفي وعلى ستين كيفي، واللي بيشتغل ساعات الصغير يجي يشوفها عندي هون بالبيت. شو هاد؟ بدك امي تجي لعندك على البيت لهون؟ وليش ما تجي يا بعدي ولا مقام عالي ولا عيلتنا اصغر من عيلتها؟ ماشي ماشي يا حماتي، عملي وكتري وساوي اللي بدك اياه، بس الا ما يجي يوم وتندمي على الشيء اللي عم تساويه معي ومع امي. ايه ما حضرت لاني بعمري ما ساويت شيء وتندمت عليه. امي خلاص بكره بشوف. عصام عصام هيك زعلتي يا امي؟ لك ما سمعتي شلون كان عم يحكي معي؟ ايه انت فتي عليه الحكي كثير. يعني بدك ياني اسمع وهو عم بيهددني واسكت له؟ الله يسامحك يا امي الله يسامحك. خير حماتي. مساء النور صهري. طب لزمان القمر ما بان، وين مالك مبين علينا يا صهري؟ اشتقتي لي حماتي؟ انا لا. وانا شرحه. لك هلا جاي لعنا. جاي اقول كلمتين لبنتي، يا بتسمعوهم وبتنفذوهم يا اما
يا أما شو؟ يا أما لي حكي تاني، فخلوني أقول هالكلمتين. قولوا بقى هالبحث وخلصنا. شوفي يا لطفية، أنا هلا كنت عند أهلي وتقاسمنا الورثة. عن جد؟ مبروك صهري؟ خليني خلص كلامي بعدين بتحكي لي. شرّة؟ إيه لطفية، أنا طلع لي من ورثة أبي البيت الصغير تبع أمي يلي كنتي ساكنة فيه أنت وهدى، وطلع لي ربع الدكان وأرض البور مالي فيها شي. بس هذا اللي طلع لك من ورثة أبوه؟ إيه بس. بقى هلا ما عاد عندك حجة، هذا بيت أمك وهذا بيت أبوك. من الأخير ناولنا الزبدة. إيه أمرك، الزبدة. بيتك مفتوح أبوابه، ومن بكرة نومتك عندي بالبيت. وضرتها صهري؟ ومعها ضرتها كمان. وإذا قلت لك ماني موافقة؟ أنا بدي أسمعها منها يا حماتي، مو منك. شو يا لطفية؟ موافقة ترجعي على بيتك وتسكني مع ضرتك؟ شو أمي؟ شو بدك بأمك؟ شو أنا متجوزك ولا متجوز أمك؟ لا متجوزة إلا صهري، بس لطفية ما بتخطي خطوة بدون شاري وأمري أنا. وشو طلباتك حماتي؟ بدي بيت خاص نص لبنتي. معناها أنا رح لكم بخاطركم، ولما بتحبي تجي لعندي يا لطفية بتبعتي لي خبر، يا بوافق رجعك لعندي يا أما بقلك خليكي عند أمي، وأنا ما عم بمزح معك بس لبكرة. سلام. هيثم. شو هو؟ خدني معك. وليه؟ لا تردي على أمك يا لطفية، فوتي هاتي البنت وبقشتك معها، وأنا عم استناكي برات بيت أمي قدام باب صقاق، بس مو كتير، 10 دقايق، وبعد 10 دقايق ما بتلاقيني. روحي. مين كان مشك؟ روحي. الله يخلي لي اياكي يا ابو. يا اهل المرور والعز والكرامه والطيبه والنخوه والشرف والشهامه، ننسى الايام الصعبه وبالمحبه اللي بنشرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين.